هو هذا ديال الاحكام هذوك هذا الجديد اللي كيهضروا عليه ديال. فإلا كنتي كان السؤال مرتبط بهذاك الحكم اللي عنده علاقه بعلاقه جنسيه كانت ما بين شخصين واعتبرتها بانها يعني ما كت يعني ليست جريمه الفساد، فانا في اون جينيرال كنعتبر بان علاقه رضائيه ما بين شخصين في مكان مغلق يعني في حياتهم الشخصيه هو ممارسه لحريه فرديه وقناعه، وهذا الشيء كاين في المغرب فين ما مشيتي كاين يعني باغتو في الاحياء الشعبيه عند الناس من مختلف الطبقات عند الشباب ناس من حقها انها تمارس حريتها الفرديه وفق القناعات ديالها. كاين اللي ما عندوش امكانيه انه غادي يمشي يعني يساشيت لو لوكس باش غادي يقدر انه يمارس حريته في واحد الفضاء اللي هو، فالناس كتمارس حريتها على حسب الامكانيات والقناعات ديالها. في زاكورا خرج واحد الحكم، انا مازال ما طلعتش على الحكم اون جينيرال حيت كاين ان ديبا سور لي ريزو سوسيو اللي كيقول واش هذيك كانت علاقه يعني فيها خيانه زوجيه وكان اجتهاد قضائي وتعطى يعني بحال قلنا واحد التمييز ايجابي للرجل انه ما كاينش خيانه زوجيه وتم الاعتراف بالعلاقه. مي اون توكا انا كنعتبر بانه كاين واحد النوع ديال الضغط من طرف الشارع وخاص واحد النوع ديال الاجتهاد القضائي يعني من طرف القضاة من طرف يعني القضاء باش انه ينتصر الحريات الفرديه، خصوصا ان المغرب مصادق على 9 ديال الاتفاقيات اساسيه في مجال حقوق الانسان وماشي تقريبا في البروسيسوس ديال المصادقه على كاع البروتوكولات الملحقه بها. فيعني باش يكون واحد النوع ديال التوازن، يعني ماشي المغرب غادي يكون كيدير العمليه ديال المصادقه على الاتفاقيات والبروتوكولات وكيقدم تقارير فيها واحد النوع ديال يعني الفالوريزاسيون ديال التقدم اللي تراكم، وفي ارض الواقع كنلقاو بانه كاين تجريم للحريات الفرديه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل